اهلا وسهلا بيكم، انا هيا برهان من IGN Middle East، والنهارده عندنا ليكم مراجعه سريعه للبورت الخاص بالبي سي لعبه Red Dead Redemption 2. ملخص سريع لقصتها علشان لسه ما لعبهاش على الكونسولز. احداث Red Dead Redemption 2 بتدور قبل احداث اول جزء ب 12 سنه، وبنلعب بشخصيه آرثر مورغان، الدراع اليمين لرئيس العصابه داتش فاندرليند. اللعبه بتبدا بدون مقدمات طويله. آرثر وداتش ومرافقيهم بيلاقوا نفسهم مضطرين يهربوا من السلطات بعد ما الأمور خرجت عن السيطرة في آخر عملية سطو ليهم في بلاك ووتر، وسابوا وراهم ثروة مهولة أخدوا سنين للوصول إليها. من هنا بتبدأ أحداث اللعبة تتطور، وبيبقى هدفك الأساسي إنك تلاقي مأوى وتساعد أفراد العصابة على الاستقرار، وبتقضي أكتر من 60 ساعة علشان تعرف الأحداث هتنتهي على إيه. المراجعة اللي كتبها زميلنا مصطفى هتلاقوها بالكامل على موقعنا، وفيها هتلاقي ان تقييمها كان 9.8 من 10، واعتبرناها وما زلنا نعتبرها افضل لعبه عالم مفتوح نزلت للجيل الحالي من الكونسولز. ولكن هل نسخه البي سي Red Dead Redemption 2 تستاهل اللقب ده حاليا كمان؟ تعالوا نشوف. مبدئيا قرار Rockstar Games لاصدار اللعبه للبي سي كمان ما كانش مفاجئ، بالذات بعد ما شفنا نجاح GTA 5 الساحق ومستمر لحد دلوقتي على البي سي من سبتمبر 2013. اللعبه حتى الان عدد لاعبيها كبير جدا ومحتواها زاد بشكل ملحوظ على مدار السنين، فما فيش شك ان Rockstar Games نفسهم يخلوا بورتال بي سي قصة نجاح تانية وتجربة مسلية طويلة العمر للبي سي جيمرز. من ضمن الفيتشرز اللي المطورين اكدوا وجودها في نسخة البي سي من ناحية الرسوميات هما زيادة الدرا ديستنس، وكمان زيادة جودة الاضاءة وانعكاسات وظلال محسنة، ده غير الرندرنج المحسن لكل من الاشجار والزرع والفرو، وكمان زيادة دقة التفاصيل في عناصر زي اثار مسارات الجليد، ده غير دعم اللعبة للـ HDR. كل ده بالفعل موجود ومتنفذ بكفاءة، ولكن بعد ما لعبنا كذا ساعة للـ PC port اللي نقدر نأكده حاجتين: واحد، النسخة دي مطالبة جدا من ناحية إمكانيات الـ graphics card، واتنين، اللعبة فيها كذا خلل محتاج شوية شغل. احنا لعبنا Red Dead Redemption 2 على PC شغال بإنفيديا GeForce GTX 1060، واللي كان recommended من Rockstar Games قبل إصدار اللعبة. للأسف الجيم بلاي ما كانش مستقر دايما عند 60 FPS، ولكن قدرنا نوصل لمتوسط حوالي 40 FPS بجودة 1080p، والإعدادات كلها على ألترا. هتقدر تلعب Red Dead Redemption 2 من أولها لآخرها عادي، بس هتعاني شوية من بعض المشاكل التقنية، وهتضطر تلجأ لحلول أخرى تحسن لك التجربة، سواء عن طريق الإعدادات الخاصة باللعبة أو عن طريق الإعدادات بتاعت PC نفسها. علشان تلعب اللعبة على إعدادات ألترا مرتاح وتوصل لـ60 FPS بدون أي مشاكل وتقدر تستمتع بالتجربة الخلابة دي، يستحسن تستخدم كارت GeForce GTX 2060 أو أجدد، بدلا من GTX 770 كحد أدنى أو GTX 1060 اللي كان recommended من Rockstar. واللي ياخدنا للجلتشز اللي في اللعبة، في لاعبين كتير واجهوا مشاكل تقنية في النسخة دي من اللعبة، منهم الفريزز أو التهنيجات اللي بتوقف اللعبة لمدة 5 أو 6 ثواني تقريباً. في بعض اللاعبين بلغوا عن كراشز، وإحنا شخصياً شفنا جليتشز مش متوقعة من لعبة زي دي، منهم إن آرثر يبقى راكب الحصان بس الحصان مختفي ومش باين تحته، وكمان الشجر كان في أوقات بيترعش لوحده فجأة، ده غير الظلال اللي كانت بتظهر وتختفي حواليك حتى وانت واقف مكانك. وأغرب جليتش شفناه إن منيو الأسلحة اتفتحت لوحدها في وسط معركة، وأدى الاختيار لا إرادي للمسدس، واضطرينا نخرج للقائمة الرئيسية بتاعة اللعبة ونعمل لود تاني علشان نخلص المهمة بالشكل المراد من غير مسدس. باستثناء المشاكل دي، Red Dead Redemption 2 على البي سي رسومياتها مبهرة جدا وفعلا أحلى من نسخة الكونسولز، كل حاجة أدق وأحلى ودرجات الألوان أكتر والتكستشرز أوضح. جالنا لحظات كتير في وسط اللعب نفسنا نتفرج على غيوب، وعن طريق الفوتو مود الجديد بنسخة البي سي صورنا كذا منظر جميل جدا جوه اللعبة، مع العلم ان في كروت شاشة اقوى من اللي استخدمناه. فالروك ستار وعدونا بيه من ناحية الجرافيكس موجود، ولكن جاي معاه مشاكل غير متوقعة بتحصل للاعبين كتير، منهم ناس كمان بيستخدموا جي تي اكس 2060 واقوى. من ناحية الجيم بلاي فما فيش جديد غير الكنترولز، واللي ما كانش عندنا اي مشكلة معاه لان بديهيا زرايره كتيرة ومنتشرة، وده طبيعي الالعاب البي سي. الميزة هنا ان الهاد كان بيفكرك بكل زرار بيعمل ايه طول الوقت. الجيم بلاي ميكانيكس زيها زي اللي شفناه على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 بنفس القوه والصلابه. يمكن اللي زاد المره دي متصل مباشره للميكانيكس هو بالطبع محتوى اللعبه نفسه. البورت ده Red Dead Redemption 2 جاي معاه 3 باونتي هانتر ميشنز جداد، واتنين جانج هايد اوتس في كل من جاب توث بريتش وسولومنز فولي، وكمان اتنين تريجر مابس يوصلوك لجولد بارز وغيرهم من المكافئات، بالاضافه الى ميشن جديده باسم تو ذا اندز اوف ذا ايرث.
كل الإضافات دي ما تضايقش خالص، بالعكس كل ما اللي نقدر نعمله في عالم كبير وخلاب زي اللي في Red Dead Redemption 2 زاد، كل ما انبسطنا واندمجنا أكتر مع اللعبة. غير محتوى اللعبة، Rockstar Games زودوا من اختياراتنا في طرق اللعب، مش من ناحية الجيم بلاي ميكانيكس، ولكن من ناحية المودز والأسلحة والحزنة. المودز نقدر نستخدمها براحتنا في السنجل بلاير مود طول ما محتواها مرخص، ولكن ما ينفعش يلمسوا محتوى الأونلاين، ولا إن يبقى اللي عامل المود عامله علشان يكسب من وراه فلوس. فلو عايز تلعب كنسر أو كشخصية جوكر أو NPC في اللعبة هتقدر تعمل كده. بفضل المودز هتقدر كمان تخترق الحوائط والأبواب وتعمل هيل بدوسة زرار واحد وتغير الوقت والجو on demand. الاحتمالات كتيرة جدا. النسخة دي فيها 4 أسلحة ما كانوش في نسخة الكونسولز، منهم الـ M1899 Pistol Semi Automatic Handgun، الـ Evans Repeater أو بندقية بساعة عالية، وكمان لمات ريفولفر، مسدس ريفولفر بتقدر تضرب بيه طلقات للشوتجن. أما بالنسبة للتنقل ففي 7 حصنة جدد في اللعبة، بيختلفوا في السرعة والخفة والقوة على حسب احتياجاتك. من ضمنهم بيرلينو أندلوسيان، حصان قوي مثالي للصيد، واللي شفناه قبل كده في Red Dead Online بس قبل ما يبقى متاح حالياً بطور القصة على البي سي. ده رأينا عن أهم الجديد اللي شفناه في نسخة البي سي الجديدة Red Dead Redemption 2. أي حاجة ما اتكلمناش عنها النهاردة تأكدوا أنها إيجابية وماشية مع مراجعتنا لنسخة الكونسول، واللي هتلاقوا الرابط الخاص بيها تحت الفيديو. تقييمنا لنسخة البي سي Red Dead Redemption 2 هيبقى 8.8/10، أقل من تقييمنا اللي فات بدرجة، وده بسبب مشاكل اللعبة التقنية اللي إحنا ولاعبين كتير واجهوها بدون أي توقعات. لعبة Red Dead Redemption 2 عظيمة من كل النواحي، سواء الرسوميات، الجيم بلاي، بيئة اللعبة، تصميم الشخصيات، القصة، والتمثيل الصوتي والموسيقى التصويرية وغيرهم. فعلا العناصر دي كلها متكاملة وهيلة ومخلية Red Dead Redemption 2 لعبة شبه مثالية. علشان كده Rockstar أحبطونا شوية بما أنهم أصدروها في حالة محسسانة أن محدش اختبرها كفاية على البي سي قبل ما تبقى متاحة للاعبين. بما أن مطوريها كل يوم بيصدروا لها أبديتس، ممكن ننصحكم تستنوا لحد ما كل أخطائها التقنية تتصلح قبل ما تشتروها، لأن إحنا متأكدين إن لو عدنا تقييمها تاني بعد الإصلاحات كلها هندلها 10/10، وإحنا مرتاحين تماماً. ولما تيجوا تلعبوها ما تنسوش الكومبانيين آب الخاص باللعبة، وكمان السوشيال كلاب اللي هيساعدكم على متابعة الستاتس أو الإحصائيات الخاصة بتجربتكم للعبة. يا ترى أنتم إيه رأيكم في نسخة البي سي من Red Dead Redemption 2؟ سيبولنا آرائكم في التعليقات. للمزيد عن عالم الألعاب والترفيه تابعونا على IGN Middle East.